فحص الأسماك، وإحنا بنفحص الأسماك اللي هو الفحص أورجانوليبتيك إكزامينيشن للفريش فيش، اللي هو الفحص الظاهري للسمك. لو جينا في كل فحص ونديله درجة، مثلا الكالر أوف سكين أند سكيل نديله 4 درجات، الأودر اللي هي الريح أوف ذا سكين نديها 3 درجات، الأيز اللي هي العينين نديها 3 درجات، الجلز اللي هي الخياشيم نديها 3 درجات، البودي كافيتي اند كات سيرفيس. لو جينا شفنا التجاويف بتاعت السمكة وعملنا فيها كات سيرفيس اللي هو قطع عرض يعني، نديها 3 درجات. الماسل كونسيستنسي اللي هي القوام بتاع العضلات، والكونسيستنسي اوف كات سيرفيس نديها 3 درجات. البويلينج تيست فور كلر فور اودر، بويلينج تيست فور اودر اللي هو نغليها ونشوف الريحه نديها 4 درجات. البويلينج تيست فور تيست نديها 5 درجات. التشينج ذا ديجري بيربسنتج، احنا بنجمع بقى دول كلهم بيدوني 28 درجة، بنحولها الى نسبة مئوية برسنتج. الحكم بتاعي بيكون ايه؟ لو 50% او اكتر بيكون فيت فور كونسامشن، يعني صالح للايه؟ للاستهلاك. من 25 لخمسين في المية بيكون بوردر لاين. بوردر لاين يعني ايه؟ يعني على الحافة. يعني ايه؟ يعني يجب الاستهلاك السريع، وإلا السمك هيدخل في الفساد. لو 20% أو أقل ده بيعتبر ديكومبوزد فاسد يعني، وأنفيت فور هيومن كونسبشن، يعني غير صالح للاستهلاك الآدمي. وشكرا.